السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والنور والسرور. صلاح أبوي كان ميلس على هالكرسي وتريا تريا تريا لين هذا منه وما ييت. ليش؟ ما بني ما ييته. تأخرت عليه وحين تريالي تحت يعني هو. المهم ما بهذا الموضوع، موضوعنا الله يحفظكم. ليش تأخيري اليوم؟ تأخيري اليوم الله يحفظكم أنه موعد سيرتي البحر اليوم الخميس. الخميس ما أكون ما أنش الصبح، أنش الضحى العالي مثل الحين أسب أني ما أرقد الظهر وأقيل. فما تعايز سواقة كان سيرة بحر ولا سيرة بر ولا سيرة شرق ولا غرب. اليوم اللي ما عندي مجيل أبطي في أفراشي، فهذا تبقى سبب تأخير. والأمور طيبة وكل شيء زين، كل شيء فنان وكل غاوي. وأحب أسير حق صراحة بسولف وياكم. يلا يحفظكم اليوم من الباب الرئيسي. ليش ضاري أنا ظهر من الباب هذاك طرفاني وسير لين أوصل عند صلاح. اليوم لا، ظهرت من الطرف هذا لجل أني أسير واتخذت لطالع صلاح شو جالس يسوي أصلا. شو ما شاء الله يا ضربت العرج وغلت ورق جديد. اللهم لك الحمد لهني بي الحمد لله رب العالمين. شو قاعد تسوي؟ صباح الخير. تمام. How are you my brother؟ موجود وين انت؟ انا موجود. شاع حمام. متحلج اليوم شو؟ سكراب. سكراب سوى حق وجهك؟ ايه. زين. سكراب اظني اسمه. Which juice today؟ كيوي. كيوي and the one apple and the one you see. اها. بعد صلاح شو اليوم؟ سمسم بابا. اليوم شو مسوين انتم حق البيت؟ البركه. بس فور نو نوت فور صلاح فور ذس وان. يلا اوبن عاد بسرعه. ايوه شباب هذا شباب. يوم شوف تعال يبي يوم تسمعوني اقول لكم ما في زود بخم. ها هذا الشباب اللي هو الشباب الصح اللي ما في عينته لابنها لينه وريحته ما بالله مخمر. لا المخمير يحطوه من يوم كله لابد حطوا الشيء البسيط شيء الزايد عن حد ينقلب ضده. وهذا الدنقة واللي عليه رضا رضوان من الله. وهذاك شوف بسرعة ده خلي خذ المغرب جنة. أيوة thank you. الأمور طيبة؟ كل شيء زين؟ ما شيء أخبار؟ بخير. بدي أسافر. الله يحفظها. وين عمرة؟ بيناس؟ إيه. الله يحفظها. أميها من يوم. زين شعري. عمله؟ كأنه يعني ما يغدي هذاك مكنوز عيين داخل العيين الاسفنجي ناضي لكن نحن نحب هذا مثلا شو كيف لأنه من داخل مجوف نحب نعبي نسوي لكن ما يكون داخل عيين يغدي خفيف. فنحن هذا الفرق بين اللي هم يخدمونه واللي نحن هذا ابتكار تقريبا يقال عنه ابتكار. الخبز المغربي معروف أنه اسفنجي يعني مثل التوست الغليظ. نحن سوينا الابتكار سوينا بهالطريقة اني غدي مجوف لان نحن ما نحب الخبزه الغليظه لا اكثر ولا اقل. هذا كل الموضوع. ها صلاح انتبه ما تبه لا غير بنتهى الكثر. شو تحس؟ شو تحس بالسبت والاحد؟ شو السبت؟ لا السبت اليوم ابا متى كنت في الصالون انت؟ لحد انزين لحد صح صح؟ الاثنين كنت في الصالون. عندك الاثنين ثلاثة والاربعة والخميس اليوم ثلاثة ايام والجمعة.
متى بيصير مرة ثانية؟ السبت. انزين وتحاسب للسبت متى بيجي؟ ايه هالكثر يعيبك الصالون؟ ايه 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 لحو يبقى انا سبت بعد سوى ظهوري سوى يدي وريولي عقوي يميع الحلط من شعوب ريولي وين؟ في حين ولا ما في؟ لا ولا ما في زين الحين انت؟ زين ايه الحمد لله. قلت له اليلسه صراحه الطرف هذا صار يوم حاد ام محمد اشتلت وياي ويلس مكانها. شو تريد الحين؟ روح خلاص وقف. وين عندك دوام؟ ايه ايه بابا ها زين شو تبي الحين؟ دهوه حاضرين. هاي ابوي الدله وهاي الدنيال نصب لك ابوي الدنيال من هالدله الزرقاء. مع السلامة مع السلامة يا ولد أحمد. ما بين هذا يدل زوي على الحين على. شو؟ الحين اليوم بتروح بحر. هي هي بس البحر حبيبي. ها؟ لا العصر أنا محد. لا ما بينسى فلوس هذا هذا ينسلف. هي النبيزات عندكم نحن؟ وين الفلوس؟ زين شكرا. شكرا صلوحه ثانك يو. هذا اليوم ابوي انا متهلع على شو؟ على هذا اللي احنا بنرويكم اياه هالكنز. هذا ابوي العومه. هذا ابوي نظفها زي ما زي. اول شيء صفتها وقص الراس وعقه خاري والعكر من طرف الديل بعد عقه خاري وفتح بطنها وشل السلسله هاي الظهر صغيرونه وحط عليها ملح وكركم حطها في المشخله لمده نص ساعه زين سوي عليها ابوي صالونه. صالونة ما تكون غليظة خفيفة بين المرقة والصالونة تكون لا هي مرقة ولا هي صالونة زين. وقطع لها شيء عندكم بوبر بس قطع لها بوبر صغار صغار من تصير وتذهب حط سوها شوي سبايسي مثل كري أريدها مثل طعم الكري فيها زين. شكرا ثانك يو ثانك يو ثانك يو. أسلمكم في فاي غض هذا يستعملوا الهنود للمرقة وللصالونة فنحن إن شاء الله بنحطه في صالونة ال شو اسمه العومة. يلا ودي أقول لك أقول لك بابا لا تحط بوبر حط ولا خليه يحط فوق الخضر هاي شي حط بعد من هذا زين. يلا قول لي قشرة ها يشيل سكن لنا الحين شو سويت من الصبح الساعة كم ناشيت اليوم الصبح؟ الصباح الساعة 6 يجي من الشغل. انزين شو سويت من الصبح لين الحين؟ صباتي ماي. ايه هذا بابيا صغير. انزين صباتي ماي اليوم تيم الماي؟ اي نعم. امس اعطيته ماي؟ لا. ايوه يوم هي ويوم لا الحين يجي شوي كبير؟ الحمد لله. ايوه الحمد لله. اذا تعطيه ماي كل يوم بيستوي دمار. واحد يوم اعطي واحد يوم اعطي واحد ايه خلاص زين زين سويت شغل اليوم؟ هذا نزيد ماذا هناك وين؟ زراعة. زراعة لا زراعة باتوا بروش بعد هناك كتشرة. ستور بخار. بل برا. هذا كله سوي كتشرة شيلو بدي كتشرة وبعد ثاني هذا حد جديد. هي. هناك روها. زين زين. رقم واحد أنت شامبي نمبر ون. في بيبي عندك شامبي؟ نعم. في أولاد؟ الحمد لله سبع أولاد. ما شاء الله أولاد بنت ولا ولد؟ ثلاثة بنت. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله صغير كل مدرسة الحمد لله الله يخليهم ان شاء الله. بابا ما بابا باقي الحمد لله شيء نوم كارباي ما يمشي الحمد لله يمشي الحمد لله ماما عين خربان احسن الحمد لله يمشي احسن الحمد لله. يلا ثانك يو بارك الله فيك خلي يجيني حفيظ ولا انا بسيل له هاي شغله يوم ما يرسل البيت ارسلهم ودع من حد خطف تعال ساعات منهم يخطفوا من فوق لين فوق العسب ما اذكرهم. ها تعالي هاي بطه هاي هاو ار يو شو وات ار يو دوينج ار يو تيكينج ذا فوتو يلا ثانك يو.
السلام عليكم خالد الخالدي، مرحبا، كيف حالك؟ زين. هذا سمك صافي صافي سمين، سمك مرة نمبر 1، يجي مال جميرة مال دبي، ومال شوي كل الشام داخل، هذا ما في شوك، شوك بعد بس طبعا حق شوي حق القالي حق السنغالي نمبر 1 سمك هذا. طريقة تنظيف العومة، سيليتة الظهر هاي اللي في النص الشم مصفطة وزاهدة، طريقة تنظيفها لازم ملح ومش ملح وكركم في مشخلة، ما فيها لا عظم لا همك الله لهم يحزنون. حتى العظم على فكرة اللي فيها سيليتة الظهر هذه ما تعول، ينحط لازم في مشخلة، لازم ينحط في مشخلة، ينحط للملح والكركم حسب إذا في ماء ولا شياته يزل من المشخلة يتقاطع، فتروح لسهجه، لسهجه كيف تروح؟ من الملح والكركم، خلوه زين ما زين، عقب شوي غسلوه ورتوا عليه بزار ما بزار وركبوه على حسب راعي البيت أو راعية البيت شو تشتهي، مرقة تغليظة رفيعة خضرة. نحن اليوم صالونة العومة بنحط فيها بس في فايغض، ما بهكذا أظهرنا اللي يسمونه هو ظهرنا البوبا، وقلت له ردها مرة ثانية من يد ويديد، خلاص بنسوي بس المرقة العومة بالفيفاي، بالفيفاي الغض، الفيفاي الغض، الفيفاي الغض، يلا 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 فيفاي غض. هذا ما في طعم حلاوة ترى، لأن احنا قطعناه قبل شيء وبعده، تقطيعكم بهالحجم، تقطيع الفيفاي يكون بهالحجم، ما يكون صغار مفرم صغار، لا بهالحجم، وايد ضروري ان يكون يعني ينسخب اليدين، هب ينهرس ولا يخلونه يطبخ لين يهتي، ترى يروح طعمه يروح مزه، فلذلك يقطعون بهالطريقه، ما بيفرمون تفريم، ما مسوين حق دياي، حق اوادم، الاوادم فيهم ضروس، ونضوي هذا نضوي الفيفاي مثل نضوي العلي واللم. نفس نضوي العلو، نزيد قصة هاي قصتين عنب وحلمتن، قلنا أيوة نضوية ياخذ نضوي مثل نضوي العلو واللب، متى ينحط عاد هذا ينحط الله يسمي مرة من تسير وتذهب المرقة نشى وبويد الروع على ويه على ويه الجدر، تذهبت الصالونة ولا المرقة وغطوا بعليه وغطوا وخلوا على ضوء قاصر، يصير هذا ينضب بالبخار مع المرقة، ما يبالزوا طباخ وايد وايد يعني، هي اليوم تكون حبته شوي جاسية، صح حفيد؟ أيوة صح. Thank you. ياركم الله ياركم الله. شو اسمك أنت؟ بنيامين. بنيامين ولا يمين؟ وأنت؟ مرسلين. يارك الله يا وأنت شو اسمك والله علي؟ هريس. هريس قول لي. زين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين ساير؟ ساير أبوي البلاد. أبوظبي داخل. عين الماء. ليش ساير؟ ساير عندي شغيل. وباخذ لي لفة. وبقضي لي حاي وبرد ان شاء الله، وبتغدى شيري زاهد وان شاء الله اني برد، بتوكل على الله يصير شويهات اليوم اذا الله راد. جماعه كلهم سايرين البحر طايح وبنتكشت، لو ما ندش البحر يسد الياس على السيف وتروح مهيبته النظيفه، تجيك ريحه اليود، تكتسب فيتامينات اليود، هاي كلها ما شو موجوده الا ويمكن شيء عندي موضوع بعد موضوع في خاطئ أرمس عنا، إذا لقيت فرصة ولقيت عمري فيه هبر ما استوياكم في الطريق عن هالموضوع اللي هو موضوع اجتماعي وايد مهم بعد. والله يبكم هذا سيري توني جاي البيت الحين، اليوم عليه في الدنيا كله فيه، وإن شاء الله اللي بتغدى وصلي توكل على الله. قبل هذا كله بصور لكم صالونة العومة، لان هذا السوتيه اللي الغداء ما قبل الغداء، زين، وهذه طالت عماركم اللي هي مرقه العومه، هذا حين انا يحطوا لي كسوب يعني كسوب بس شوربه حينه، وبعد شويه برويكم المرقه اللي هي للغداء، لكن هاي انا استعملها كسوب يعني بدل ما يسوي لي سوب روحه، لا سوب مرقه عومه. ايوه شوف البرح قايم زين. بهالطريقه ها، اول بادي تظهر العومه تي بهالطريقه، زين
تظهرها بهالطريقة الله يحفظك. تستعملها النمونة. أبوي كله خادمت إنه هدى. هدى شو اسمه هذا حينه؟ حلوة الغراف. ها؟ حلوة الغراف. هذا حلوة الغراف. هذا حق بيت هلال وهذا حق بيت مرزوق. وهذا يلا عاد بسرعة. كيكة. هذا كيكة. هذه كيكة البرتقال. هذا وحدة البيت مرزوق وحدة البيت هلال. والدنيا طال. يلا شكرا. هذا وبعد شيء هناك كيكة عزة. محسن بي إن شاء الله إن شاء الله حجزنا له على يوم الأحد اللي هو يوم الأحد تاريخ 11/11 حينه. هذا غدانا أبوي العيش. العيش أول بادي ما بنثري بالقو يعني شوي هو مفروض يكون شوي صاروطي أكثر لكن أنا عمدا بغيت أسوي فيه زين. وحين برويكم هاي أبوي صالونة العومة أو مرقة العومة. هاي بين البيني اللي هي صالونة ولا هي مرقة شو سمك بكبارة هاي هبنك تدور البلح تلقط متفتت لا هذه وهذا هو الفيفاي شوفوا فيفاي داخلها وريحة الكربتة تشل وتحط روحة ريحة اللوم اليابس تشل وتحط. هذا إن شاء الله إن شاء الله أني باخذ جسمي هذا بتعشى منه اليوم بعد في الليل إن شاء الله. يقولك العومة ما كولو مدمومة لا والله لا والله ما في شيء من المدمة يا رتش الله يا رتش الله يا شيخ السمك يا رتش الله يا رتش الله يا الدجيجة يا الرفيع يا البريسم يا الفنان يا الغاوي. وحدة هنتين ثلاث ها كلها نبوي من إبداعات كيكة عزة قرب الله تهل عزة. الأول بس هذه ها كيكة التمر وهالنمونة الحين لا كلهن كيك تمر تراهن زين كلهن كيك تمر وسح يا غير اللي فوق شيء وكل شيء حطت الإضافات عقب شيء عقب حطت البيدام وما أدري شو يعني أمور وايدة يا غير كل مقدومات أبوي بسح السح تمر السح والتمر. حد يقولون نحن ما نعرف شو السح معقول ان حد ما يعرف شو السح باللغة العربية الفصحى سح وتمر. وهذا أبويها عنوانها هذا أبوي عنوانها بالضبط كيكة عزة رقم ما أدري شو الأشياء هذه كلها. بعد هاي شو وحدة حط على أحلى شيء هذه حط يدها على خصورها أول مرة أشوفها هاي متخوصرة هيروح بعد غير نمونه هي على أساس أنها قتو. يا سلام شكرا مدام عزة على هالكيك المميز اللي في غاية المتمني في وقت زيارة البحر لأن بحر وملح فالناس تفضل أبوي الشيء الحلو هناك ترى الشيء في الغبة حلو. Thank you. عنبرة خطر عليها ترمس عنبرة يا حتة سكرة عنبرة يا عنبروي عنبروس أقرب بري وأضرب مساكم الله بالخير والنور والسرور. جريبة وصل لفت الضبعية وويه إن شاء الله جدا شويهات الجماعة كلهم جدموا أنا أخرت متهلع قلت لكم على مرقة العومة هو وهالي أخرني كان عندي شغيل في السوق هو كنت أتري شغيلات الحمد لله الأمور تيسرت وخلصت أموري حطيت ساماني وصليت عينت من الله خير وتوني ظاهر غير ظهرتي مخنا كان أتوقع إنه ما شيء قضى يعني ما شيء دش البحر وإن كان شيء بيكون يعني شيء بسيط إلا دونك يعني ما بمكان بعيد فإن شاء الله رب العالمين الله ييسر أموري. في الطريق هذا حينه عندي ساعتين إن شاء الله أني بغص لكم ما بغصة بجيب لكم موضوع اجتماعي أنا بخبركم مثل ما قلت لكم أنا من قبل أتيني مراسلات على الخاص عشرات الرسائل من كل مكان من كل مكان من داخل الدولة وخارجها صدقاني ويراسلني بناتنا وعيالنا و...
وامهاتنا وخالاتنا وبنات عمنا وجماعتنا من كل بقعة. في اشياء اقدر ارمس عنها واقدر اخوض فيها مجرد ما تجيني رسالة واقراها اقدر اخوض فيها، لكن في اشياء مواضيع لها اولوية. فلذلك انا ما اتكلم الا يوم احصل وقت فرصة متسع وقت، مثلا خط اقدر ابحث فيه الموضوع هذا. انا مش باحث ولا دارس شؤون عائلية، لكن انا انسان الحياة علمتني من صغري لين يومكم هذا، وانا سير ويي ويا العرب من استويت وخالط كل الاوادم، فلذلك ملم. ورسالة جتني قبل تقريبا 3 اسابيع واحتفظت بها ومن ساعة ما جالس اجلب. انا على فكرة ساعات تلقطوني اسوي كابتشر على رسالة جتني منكم انتم يا المتابعين. الكابتشر هذا مش معناته اني انا بنزله في الحساب او اي شيء، هذا الكابتشر انا احتفظ في الموضوع لاني ما بقدر انسخه، فلذلك انا اسوي كابتشر ويحتفظ عندي، احتفظ به عندي في الجاليري لين يجي وقت، لين يجي وقت عندي الفاقه واقدر ابحث في الموضوع هذا او اقراه وطالع اللي الله مقدر اني وانزل عن هالموضوع. فلذلك الموضوع اللي بخبركم عنه حين مسوي عليه كابتشر اكثر من 30 معاك، واليوم ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين بنرمس عنه ونحن سايرين. فحول رساله يا الله يحفظكم، ان البنت ما تشتكي لكن تقول ما بعرف شو الحل، اني انا مشكلتي من عمتي اللي هي انا ماخذه ولدها انها تتدخل في كل كبيره وصغيره، واحس انها تغار على ولدها مني انا يا حرمته. تقول تغار على ريلها على ولدها مني انا يا حرمته، ولا بعارفه شو اللي خلصني بالرغم اني ما اخلي شيء ما اسويه لها، يا غير ما بعارفه شو الحل. تغار مني انا يا حرمته عليه وتتدخل بحياتنا في الصادر والواردة في الكبير والصغير، ما بعرف ايش اللي اسويه. في معلومة كل كنتن يا البنات يا المعرسات الحين ولا معرسات قبل 5 سنين او 7 سنين او 10، انك انت ييتي انتزعتي من الام اغلى ما تملك، انتزعتي من هالام حشاشة يوفة، خدتي فلدة كبدها، خدتي أغلى ما شيء، أغلى خدتي نظر عينها. فهذا شيء بديهي، أنت حينه شاركتيها في رأس مالها، شاركتيها في شيء هي محافظة عليه من يوم هو هالكبير وتزاحيبه في بطينها لين يا هالمخاض لين ربت لين نفست لين أرضعت لين درست لين ربت لين كبرت لين بلغ لين كبر لين توظف لين غدا لين غدا لونه مثل سيف يصقلونه، غدا لونه مثل سيف يصقلونه. أتينه أنت الحينه وتاخذينه، معلوم انها سنة الحياة ومعلوم ان هذا كل الامور هذه الناس كلها وهي سنة الحياة من سوة الدنيا، لكن حطي نفسك في مكانها، معلوم هاي سنة الحياة والناس هذا خط ماشي عليه البشر منذ الخليقة، لكن ما باليد حيلة. هذا شعور ما تقدر انت تمثل او تكذب او تتليوت او ما تروح حتى ما اخذ نظير عينك مربنه من استوى لين اليوم، اتين انتي على البارد المبرد خبر خير تنتزعين حشاشة يوفا ما يستوي، معلوم. بتقولين هي اللي مختارت اني، معلوم هي مختارت انك، معلوم هي مختارت انك، هي متنكت انك من بنت لك و600 بنية وتدرين بغلاش عندها وتدرين بمعزتش عندها وتدرين انك تسوين عينها ومعينها،
لكن هذا شيء لا بد منه. الغيرة هذه بالفطرة هتي من الله سبحانه وتعالى، ما من زيد ولا من عبيد ولا من فلان ولا من علان ولا من مواشاة ولا من كلام ولا أبدا، هذه بالفطرة هتي الغيرة، بالفطرة الغيرة. كم تعبت في تربيته، ركضت وراء المدارس، تربع وراء المدرسين، دروس خصوصية، تجلس العمر تزع عند الباب، هو محموم وهي طول الليل سوما ريا ليل ما ترقد، كان ما بصاحي ينت جايت النطرقة عزمت هي شراته الطورج بمحموم ظهر في تربيته ظهر الشب من عيونها. الحين عقب ما عقل وركز وذاقت نفعه وكل شيء اتينا هنتي، لا والله يا بنتي لا والله، يعني غيرية اللم على ولدها ما اتوقع عنها يعني شيء شايد، حتى لو بتتدخل في حياة حرمة الولد وتتدخل في حياة الولد حتى في مأكلهم ومشربهم ومنامهم، اتوقع انها شيء مش شيء طبيعي. الكلام اللي انا اقوله عن الامهات ما بكلهن، لكن الاغلبية والاكثر اكثر الامهات هذا طبعهن، هذا طبيعي يعني، هذا شيء نحن نجزم عليه وأمي بلمي إنه حقيقة، لأنك أنت جيتي وخدتي شيء ملكها هي، مالها روحها ولدها تزاحيب من يوم هو ياهل، جيتي أنت وخدتي عجيب، شو توقعين بصفج لك؟ معلوم إنها فرحت لك ويوزتك وفرحانة، لكن سبحان الله بعد ترى بعد إبليس موجود يا جماعة الخير، ترى واحد بعد ما يكذب على عمره، هذا واقع موجود ومحسوس وملموس. أنا أعرعر الدنيا كلها ما أخلي بيت ما أسير له، وهذا الشيء أشوف العيب من يوم أنا ياهل هب شيء جديد، أو أن الأمر هذا ما بموجود، منو قال ما بموجود؟ موجود عندنا، موجود أبوي في الشرق الأوسط بكبرة الدول الإسلامية، البانيان، البودة، السيك، سردار، الإنجليز، العرب، اليهود، كل حد أبوي عنده هالشيء. الغيرية هذه موجودة، موجودة، واللي يقول ما موجودة كذا أبوي من حبلين مشى، إن ما بموجود هالموضوع، لا والله موجود وبكثرة، إلا نسبة قليلة، إلا نسبة قليلة عادة. نعم إن أني صادق موجود وستمية موجود، اللم اللي تتدخل في حياة ولدها وتغار على ولدها من حرمته موجود، واللي يقول ما بموجود هذا أبوي ما عنده من العرف وما تطير به الدبابة عليناها. سبب الشيء هذا اللي اللم يظهر منها موضوع الغيرة اللا إرادي هذا سببه، يعني الله يحفظكم، إفراط في حب اللم للولد، إفراط هذا من الله، ترى هذا كرم، ترى ما تروم انت يا البني آدم تيود شعور الأم جياش يفيض لا إراديا من الله سبحانه وتعالى، هذا شيء من الله. فالحب الجياش هذا ساعات فيه إفراط، الإفراط يعني مثل اللي الكرم بدون قياس، كرم بدون قياس، كرم لا إرادي ليوصل إلى درجة البذخ ودرجة الإسراف في الحب. والحب الجياش هذا يسوي الغيرة، والغيرة تزيد من تدخل الأم في حياة الولد وحرمته، ويكون سبب رئيسي لتعاسة حياة الولد. هذا الحب يكون تعاس، يعني خير انت تفعل شر انت تلقى، بالرغم ان الخير اللي انت مسوينه ما بقصدك انت انك تجيس به هدف التعاسة، انت بتجيس به هدف السعادة، لكن كثرة الحب والاندفاع والاسراف والبدخ في كمية الحب هذا هو اللي يسوي ويجلب حياة الولد من جنة الى جهنم، من سعادة إلى تعاسة، من أناسة إلى صدع وديانة وصك وحك
وتازم يازم الريال ويا حرمته الا السيف لي والترسلت. والسبب ويكون سبب رئيسي بالانفصال بين الزوج والزوجه بين الزوج والزوج. والسبب شو؟ التدخلات. التدخلات هذه شبه يوميه شبه يوميه تدخل فيكون الانفصال. لانها دام الله من يلو بتحس ان الولد تغير من جداها تغير. الاول صاب حوي ماسيها والحين خفت ريله على اللم وخف الدوس عليها وخف الغلا وخف المعطى وخف التبادل. يعني شو بيستوي؟ شو الحل؟ فتبتدي اللم شويه تتحرك فيها الغيره وهذا ما يسفر على غيره. هاي تسفر عن انفصال الزوج والزوجه. هذا الخطأ ترى يقع على عاتق الابن بعد. الابن لو انت تشوفه حينه حرمك قدامك. لا تنسى جنك ونارك. جنك ونارك هل تنساها؟ كيف تخف؟ كيف يهون عليك انك انت تحسسه ان نقص غلاها عندك حتى مجرد احساس حتى بدون قصد؟ هذا غلط. لان ابتدت منافسة بين الحرمة مرت الولد وبين اللم. منافسة في حب الولد يتنافسن منو يحبها أكثر. منو الولد منو يوصل رسالة الحب للولد هذا أكثر وأسرع. فيازمن هذه منهن تربع تبى تخدم الولد بأي طريقة. تبى كل واحد يبين غلاها أكثر فتبتدي المنافسة. لك المنافسة الهدامة هاي اسمها المنافسة الهدامة. لأن هاي مصيبة. وأحيانا الله يحفظكم البنت أو العروس أو حرمة الولد تعيش في وهم. تعيش في وهم حاطة في بالها أن الأم هي اللي تبى تطفرها وأن الأم هي اللي تختلق المشاكل والمشاكل والقال بينها وبين رأيلها. هذا وهو بنفس الوقت هذا كله وهم في مخك انت يا العروس او البنيه او حرمه الولد اللي جاي تتوهم وعايش الوهم ويتربى لها ان هذا حقيقه. هذه حقيقه هاي مش وهم. من وين ياها الحرمه هاي البنيه حرمه الولد؟ من وين ياها الوهم هذا؟ من وين ياها الاحساس ان اللم ياس تاثر على حياه الولد؟ عسب تسوي بينه وبين حرمته فجوه. هالوسواس وين ياها؟ ترى هذا الحين اتفقنا الحين ان هالشيء مش موجود. اغلب الاحيان ساعات ما يكون موجود. اللم ما تتدخل، لكن البنت هذه يوم دخلت البيت هذا متاثره في شيء. متاثره في شو؟ شو سبب احساس العروس ان اللم ام ريلها تتدخل في حياتهم بالرغم انها ما تتدخل فقيره بالذات اللم الفلانيه؟ هذا الله يحفظكم كله سببه من المسلسلات التلفزيون. الدراما في المسلسلات التلفزيونيه من عشرات السنين مقنع البنات انك انت يا العمه يا الجنة على قولة حد بالعرب، انك انت يا العمه شريره ذيبه ضبعه في بيت ما بحاطتنها ام. حاطينها الكتاب المسلسلات والروايات مقنعين البنات ان حرمه الولد ام الولد هذه شيء كتله من جهنم تخرب عيشتكم. والمسلسلات من داخل دولتي ومن خارجها من الشرق الاوسط كامل من اي بلد ام الولد الحماه شو تسوي؟ شوف عائلها وعمه الولد هذا كله من المسلسلات والافلام الدخيله اللي اقنعت
البنات ان هذا اللي يقول الوضع اللي يشوفنه في المسلسلات هو هذا الحقيقة، هو هذا الصح، بالرغم ان هذا كله وهم، ما شيء منه بالصحة، ما في شيء منه صحيح، كله غلط. غير اللي دخل في عقولهن الموضوع هذا كل شو المسلسلات. اي والله ابتدت المسلسلات والافلام والمسرحيات تاثر على البنات، فلذلك البنات يتوهمن في الموضوع هذا، هذا تاثير غير مباشر اكتسبن البنيات مع مر الوقت ومر السنين وهن يكبرن بلغن حاطات في بالهن ان ام الولد تبسوي تفرقه بينها وبين ولدها، بين جنتي الحرمة الجديدة وبين الولد اللي هو المعرس. كم شفنا من المسلسلات في هالعشرات سنين اللي اخطفن، كم شفنا من المسلسلات والمسرحيات والأفلام يعني يخلون حياة الأم مع حرمة الولد إنها معركة، معركة إلها أول مالها تالي. هذه مصيبة كبيرة ورسخت ونمت في عقول البنات، والحين منو اللي يجني الثمار هذه؟ يجني الثمار هالعوائل اختربت، كم زيج بزيجة اختربت، عشرات زيجات اختربت، مليون بيت اخترب، والسب شو عايشين في وهم الأفلام. هو كله سيناريو واحد كاتبنا ويا نهاية العهد البيعاريات القويات ولا لا 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 وتواقعن ويا ويا اللم وتواقعت هاي ونشت هاي الحبة في الهسم وما أدري هاي جدت أجرت لها حد يدقها على بطنها حق ما تحمل ولا سوت لها سويات وطبوب عسب تخترب علاقتها ويا الريل ونشيل يا الريل تعبر ويك فعايل أمك ها آه هذا هذا اللي كنا في تحت المخدة وهذا أبوي عين أرنب حول ولا هذا أبوي عين منقار ديج أكرف أمور أمور لا ينزل الله لم ينزل بها الله سبحانه وتعالى من سلطان. والسب شو كل مسلسل هذا كل سيناريو، والحين البنات يتحرن السيناريو هذا والسيناريو اللي كاتبنا بشيركم حتى ما عرس ما عرس ولا عرل الحريم فقدت سيناريو وياه. وأصبحت طبيعة، أصبحت طبيعة عند العرب من تعرس لبنية ها تحملي ترى أمها فعلها تركها علمها خبرها تسوي تفعل وتترك تحملي منها ترى شي سمعنا وشي قلنا وشي قلنا. يعيشن العروس كأنها سايرة بويها الضفة الغربية، كأنها سايرة هضبة الجولان قرب لكم الله تزيقتوا لبنية. لا في بعد من توصل بيتريلها ها بشري شو عمج شو سوت شو سوت لكم شو عند قربلكن الله تغربلتن تغربلتن غرابي لأنه صييزي عمت تعطتنا فلدت كبدها ولدها أغلى ما أغلى ما تملك شو بتسوي ترى مأمنتنا ولدها أغلى ما تملك في الدنيا العود عطتنا إياه. سؤال يوميا ينطرح لك كستمية ودية تليفون يلعب بعدها ما دار عليها يومين 48 ساعة ما كملت عند رايل ها شو عمش ربها ما قالت لك شيء بشري شو يابت لكم شو سوت لكم ها حملي هذا أولها لا عاد العروس فقيرة عاد على ويها شنها ليلة عمتي ما قصرت شالت إني على راسه ايه ما عليك هذا أبوي هذا أبوي ما قبل النوم هذا قصة ما قبل النوم باكر أبوي بتكشر لك على نيابها بتعلمك بترويج وبتأدبك أدب حمدول ديايته بتعلمك بتعلمك كيف ينام الحدب بتعلمك حتى نومة الحدب إيش قايل تسألين عن العمات ويعيشن البنية في رعب يعيشنها في رعب أو أنها معزة يحبنها يحبكنا شو تبون أنتم شو يخصكم بعمته فكان تعلموا ثقافة هذه ثقافة ان العم شينه من الافلام والمسلسلات والكتاب كتاب السيناريو يعلم ما يكتب هي والله يعلم اسبوعه الثوالين اللي يكتبها النمون قصيص لا والله قصص من الواقع فقدت الواقع اللي انت ربيت فيه اي واقع
نحن ثبتنا العقل لين يوم هذا، نحن ما شفنا من هذا المواضيع إلا في الأفلام، في الأفلام والتلفزيون والمسلسلات. إيه نعم، المسلسلات هي من أشعلت نار الفتنة بين الولد وحرمته وامه. نعم هي من بالعكس والله يا شيء من الأمهات وأغلبية ينهني حلفن براس البنت يصبحن الصبح يعبصنها ويلبسنها ويروحنها ويعدلنها. هذا اللي نحن شفناه بعيننا من استوينا لليوم، من استوينا لليوم هذا اللي نشوفه. شوف العين لا والله ما نروم نظلم إلا يعني شيء حالة شيء من الحالات شاذة. هي نعم نعم اللي في التلفزيون شفنا، لكن بالطبيعة ما شفت. أنا في الطبيعة رمسة قرقعة صدع ديانة هذا شيء عادي. والله يا حرمة الولد لو بيني رح صبعها يا العم ما رقدت. نعم ينها ما ترقد أم الولد لو بيني رح صبعها لبني حرمة ولده يتربعون عليها من والغالب الغالب من بيوت اللي نعرفهن ونشوف ونسير وني عليهم في هذا الزمان الخطاف كله يعاملون حرمة الولد حالها حال وحده من بناتهم واكثر، ولها الحشيم والكرامه والقدر، وما يؤخذ للبنات يؤخذ لحرمه الولد قبلهن واحسن بعد واخير واجود. يا نعم العمه اللي هي ام الولد او ام المعرس هي اللي تعلم البنيه وتربيها وتعدلها وتعلمها مهام الأم الجديدة، لأن هاي خلاص أدت رسالتها. لم الحين باجي هاي البنت مقبلة على أنها تكون أم، فتزرع فيها طريقة تربية العيال اللي باجر الله بيرزقها إياها. ما علينا، أنا حين تعديت الرويس باجي علي شيء بسيط وبوصل شوي. هاي كل اللي سمعتوه هذا من أول ما ظهرت من أبو ظبي لين حين أبوي جريبة وصل شويهات 200 كيلو 230 كيلو خطف خطفا، هذه كلها أبوي مقدمة. أيوة يعيد عمر أبوي عنده شغل بيقضي ولا عنده لازم بيسوي براية اللي أبوي مستعيد لا يسمع. هالموضوع وايد ضروري لازم أكمله، لو بينجلب الحب شب لو بيندري الحب شب لازم أكمل القصة هذه. هذا موضوع واقعي عايشينه ومهم. هذا الكلام اللي أنا قلته كله من أول ما ظهرتين أمر هالساعة هذا كله مقدمة. فعلا في كثير من البيوت انخربت والبنت ما دار عليها حول عند ريلها، البنت ما شلت ضناها بعدها شيء منها نطلقن حتى 10 أيام ما كملن، والسبب تدخل العمة في حياة ولدها وحرمته. هذا شيء واقعي. ودروا عنكم كل الرمس اللي اختفت، خذوا حين العلم الجديد. نعم مثل ما قلت لكم في كثير من العوائل اختربت بيوتها والولد طلق ابوي العروس بعد ما دار عليها حول، والسبب شو؟ تدخل الأم في حياة ولدها وحرمته. شو السبب؟ في كل كبير وصغير تتدخل، تتلقى البنت تتلقى الأوامر من وين؟ من عمتها. في كل شيء بتشاور تشاور عمتها، بتستاذن تستاذن من العمة، أكل شرب من العمة، الأمر من العمة، حتى المعطل بيزات من العمة. بتصير المطعم ويريلها من الشور لازم من العمة. هي بويا ما أخذتنك أنت، لو ما أخذها أمك هي ما ظهرت ودرت البيت والكرم والجود والعلم والخبر. نعم ما ودرت أبوي بيت أهلها وظهرت من العز والمعز والكرم إلا أنها تأخذ ريل يكون شورها عند ريلها، ما بشورها عند أم ريلها بتشاورها بالظهرة والدخلة. ما عليه يعني ما عليه خفيف خفيف، لكن مش بكل صغيرة وكبيرة، حتى بلون الشرشف مال الشبرية، حتى بلون
حتى بالبرنوص، حتى الستارة متى تنفتح متى تتسكر، ما غرفة النوم. يعني وايد زودتيها عمو بارك الله فيك، وايد الله يحفظك، لا خلينا منك عمو، وايد وايد زيادة على اللزوم. احنا ابوه حتى النعال شو تبينها تلبس للريل تعزرين عليه، ولدي يحب هذا. زين تركي لها مجال فقير، اعطيها مدى، بالاخص الحرمه اللي ظاهر من بيت اهلها ويت عندك انت، شافت ان انت شورك ما بعندك، هاي يسمونه ولد امه، ولد امه شورك عند امك في الظاهره والدخله والسير واليي والكندوره والعلم والخبر وكل الشور عند الام، وانت شو خانك اتفق برزه؟ معقول انك انت ريال لحيك ثلاث تمنا شورك عند امك؟ يعني شور حرمك عندك انت ما بعند امك؟ لا ما بعدل، يعني هالاساس تكبر المشاكل بتودرك الحرمة بتطفر. انت ما تبحين بشكارة، انت تبح حرمة، الحرمة ما اخذك كله تباك، انت هالرجل في البيت ما بامك او خدك ما يستوي. ما علينا يا الله يحفظكم. حاليا انا وصلت شويهات، بوصل بستريح بسلم بعين من الله خير، بنزل بشيرية وبنرمس بنكمل الموضوع. الموضوع لتتمة، تتمته طويلة وشيء وايد ضروري ان الواحد يتكلم عن الموضوع هذا، وانا اتكلم في هالموضوع بكل امانة وبكل مصداقية، وان شاء الله ان الله سبحانه وتعالى بيقدرني اني انقل لكم اللي اقدر عليه. زين بتقولون بلاني تاخرت عليكم، هاللي اخرنا بو. هذا 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 الشيء الفنان، هذا هو اللي اخرنا، هذا اللي تشوفونه، هذا اللي تشوفونه، هذا ابوي هو اللي اخرني، ولين الحين ما قلت لكم السالفه. ان شاء الله حين برش عندي قطره ماء وبسير بخبر لكم عن السالفه كامله من اولها لين اخرها. الحين بس صبروا بنثلج السمك. صافي جيش زرين، الحين نظهر عاد لحق غدا باكر. ايوه بس لا بلاد. لا انا قبل اسبوع سوي مسكره ملو انا رو بلاد. بس انا بي سفي بي الحين نفر ابو دبي تسيا اشتري طباق قولي اربع طرف اعطي اكبر تقول كيف كيف ما يفهم ما شاء الله صافي ذكر كله. ليش يعني عزل الشعري هو؟ صافي الشعري اللي باه حق الغداء. هي هاي شو من سمك؟ لا هاي شو؟ هذا سمك نمبر 1. هذا احنا نمبر 1 ولا تسكه باكر انت، هذا نمبر 1. هذا صندل. هذا روب شندا. شو يعني؟ بنجلا روب شندا، هذا واجد غالي هذا. لا في شيء كبير احسن بعد يجي عشان اول انا احسب لا العود انطخت لين عينها اللاج انطخت لين عينها الحمد لله دائما في خير الحمد لله خلونها بوي دا يعوبها شيء كان شيء قاطور ما ولا شيات يقطرها شوف يسيل غادي مسيل حسبتي يازم السمك بوي فرش هبه مزور مياها وتتنفخ السمك لا لازم هالنمون روحه يتنسخ بين باشر الصبع اللي زايدون بثلج انا شوب ما كفروا بسم الله خلاص خلاص
إذا كم نقول أكبر أربعة؟ أربعة. طالت اعماركم حاليا جانب من التفاعل بين الجماعه المشاهدين او المتابعين او بالموضوع اللي اثرناه اليوم المغرب، وان شاء الله حين ناوي اكمله اذا الله راد، وبرغم اني عيزان من البحر لكن ضروري اني اكمله ان شاء الله. اليوم الله يحفظكم، نحن عندنا توجه ان نحن نخبر لبناتنا وبنات عمنا وبنات خوالنا وجماعتنا وهلنا ومن يعز علينا وبنات المتابعين والمتابعات ليه داخل الدولة وليه خارجها، انهن يسمعن الشور على الاقل، يسمعن الشور وان شاء الله انهن بياخذ به. مثل ما رمسنا اول الليل، انت يا حينة عرستي خدتي اعز ما تملك عمتك اللي هي ام ريلك، خدتي منها فلذت كبدها، خدتي منها نور عينها. الحين انت لازم تكونين قد المسؤوليه. من اسباب انك انت تكسبين رضا عمك، رضا عمك انك انت اذا حست العمه اللي هي امريلك انك انت شاله الولد على كفوف الراحه وتزاحينه يدهينه لا تنكتين. فمجرد الأم ما تشوف ولدها مرتاح ومتهني تأكدي أنك أنت مسكتي مفتاح السعادة الأبدية من طرف الأم وعدم تدخلها في حياتك. في حال أنها شافت ولدها مبسوط، هي ما يوست إلا تبا ينبسط، ما يوست إلا تبا يستغر، ما يوست إلا تبا يتهنى. في حال شافت الولد متهني عرفي انك انت من ناحيه اللم كسبتي الرضا وخدتي مفتاح السعاده. اللم شافتك انت محافظه على هالجوهره اللي عطتك اياها، البراي هي تشوفها جوهره، والله لو خنفرت سبع ثمنا، لو خنفرت سبع ثمنا ين تشوفها جوهره، ترى ما شيء عز عن الولد ظناها وعطنك اياه، ما شيء عز عنه. شافتك اللم وانت متعبل من الولد خلاص بتطمن، لول تحاتي بيدخل حياة جديدة، بيصير عند حرمة غريبة، بيصير عند وحدة ما ربته ولا تعبت عليه يعني، فلذلك بتكون تحاتي. لكن ان اطمنت من معاملتك وشافتك تزاحيب ومتعبل منه خلاص بترقد وهي ممنه، ما بياس تحاتي، بتحس اللم انها تنقت العروس الصح، تنقت الحرمة اللي هي راعية بيت اللي هي مريحة ولدها، مريح منه حشاشة يوفى، ولا بتحاتي ولا بتتروع عليه. ما عليكم تشوفوا الأمهات لو إن شاء الله الولد لحيته ثلاثة منن، لو البنت شاب عقصة، ترى أغلى ما يكون في الدنيا عند الوالدين هم العيال، أغلى ما يملكون في الدنيا وبيتمون طول حياتهم يا هالأطفال. لو الواحد شاب راسه، شابت لحيته حتى ثمر عينه بيض، دوم الوالدين يشوفون عيالهم يا هال وصغار، اسمهم الوالدين شجي، الوالدين مستوى الدنيا متشقين، حتى لو إن شاء الله الواحد يوم مستنى أربع حريم بتازم يازم اللم تحاتي الولد دب الحياة. الشيء الثاني هي المرحلة الثانية، إنك أنت تشلين من مخك ومن بالك مسألة عداوة العمة لحرمة ولدها، هذا امسحين مخيلك، مش موجود في القاموس البشري، مش موجود، ما شيء عمه تتعادى لحرمة ولدها في الدنيا، هذا كله وهم. مثل ما قلنا قبل، ترى الموضوع هذا بس في التلفزيون وفي المسلسلات وفي الأفلام، حتى لو كان بعد مثل ما قلت موجود، من النوادر والغيرة الجميلة، غيرة المحبة تعذر
ولا نقول اللي ما تغار على ولدها تغار على ولدها، هذا أكيد، لكن هذه سنة الحياة. ترى هي بعد يوم من أيام الله خذت أبوك، خذت اللبو، خذت ريلها من أمه وأبوه، وأمه وأبوه بعد خذوا عيالهم من أمهاتهم وأبهاتهم. هذا شيء أسطوانة ماشي مستوى الدنيا، سنة الحياة. هذه ثقافة مكتسبة من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، انتشرت في المجتمعات بالأخص الشرق أوسطية. فلذلك تلقط هالشيء في الذهن موجود لا إراديا، مش مستحيل حد ينساه، لأن شايفينه في الأفلام مسلسلات مثلنا مثلهم من لك 600 سنة، مقنعين أن من تعرس البنت بتتولاها حرمة أم الولد. احنا أبوه لهالدرجة يعني نحن سدج مشينا هالموضوع وصرنا وعايشنا والله لين اليوم لين بكرة. انت دخلتي بيت ناس غرب على حياتك، غير أمك، غير عن أبوك، غير البيت اللي انت عايشتنه، فليه تسيرين تتأقلمين وياهم على جو تعرفين طبايعهم، شو يوزلهم شو ما يوزلهم، نظراتهم، حركاتهم، شو تعني، شو قصدهم. لا تظلمينهم، لا تستعيلين. شيء من الأمهات يشوفن البنات بطرف عين، طرف العين هاي يمكن مودة، انت ضاري طرف العين هناك في بيتكم مو بغادة، في بيت هذا في البيت هذا الجديد يمكن مودة، انت ما تعلمين الغيب، صبري. فلا تستعيلين ولا تحكمين بتصرفات أهل البيت لين تسيرين وتاخذين وتعطين وياهم وتعرفين معناهم، طريقتهم وطريقة سلكهم وطريقة كيف عايشين في بيوتهم، لأنك أنت ضيفة عندهم. لين تقدين واحدة من أهل البيت تتأقلمين يبالك وقت، إيه لازم تقدين ذكية من أول ما تين بيتهم، إيه بالأخص إذا أنك أنت ساكن وياهم في نفس البيت، لازم تدرسين شخصيتهم فرد فرد، لأنك واحدة منهم. هذا ترى جاي تعيشين عندهم، أنت جاي بتعيشين في نصهم، ظاهر أنت ما بظاهر الحين من في نص الزراعة، لا آدمي جاي وعايش عندهم. فلازم تعرفين شو شخصيتهم، شو يوزلهم، شو ما يوز. اللي بتقولون نحن أنا ما بماخذت لهم كلهم، ماخذ ولدهم، لكن تبين تتعاملين وياهم، أنت ما بماخذ ولدهم بس بتعيشين وياه أرني أنت وراسك براسه، لا أنت عشان تكسبين ودهم وصداقتهم. مش غلط، مش غلط أتعرف وأخذ أكسب خبرة وأكسب صداقة عبارة عنها صديقات جداد، شو المشكلة يعني؟ بتأقلم بتعرف عليهم وبحبهم لو ما ينحبون. تتجنبين كل اللي ما يوزلهم، واللي يوزلهم تعودين عمرك عليه لو ما يوزلك. شو السبب؟ مثلا شيء من العوائل، أنت ضاري في بيتكم بيت أهلك ضاري تلبسين بنطلون وتجلسين بين خواتك وبين هلج، بغير بيت هالريلج هذين ما يعيبهم الحرمة ليت الزرزر، حتى لو بين الحريم ما يعيبهم. كذا ما هو الموضوع بسيط، لكن هذا يسبب تصادم بالفكر والمذهب والترتيب وقانون المعيشة. فاكسبي ودهم على الأقل لين تصيرين تاخذين وتعطين وتعرفين زينهم من شينهم ويشوفون زينك من شينك. انت بعدها ارضك ما حرت من الحين جايتنهم شرج، لا تاقلمي وياه. لا تقولين انا هاي بيت ريلي وبلبس على راحتي، لا بيت ريلك في عمك وفي الله يسلمك اخوان ريلك وعيالهم بشاتيرهم، ها كل الناس غرب عليك. مهما تكونين سبور ومهما تكونين ثري، ترى شيء حرام وشيء حلال وشيء أسر محافظة. والحمد لله نحن أسرنا في دول مجلس التعاون بالذات الإمارات أسر محافظة بمعنى الكلمة. زين بخبرك على الخطة الثانية الحين لكسب ود عمتك، الهدية بالأخص العطر، وحبت الراس الصبح، وحبت الراس الظهر، وحبت الراس المساء، وحبت الراس في الليل، اوه بالاخص يوم تشوفينها بين حريم. فتقولي تعب ما تعيزين من الموايه، قولي لا يا عمتي
ريحتك تطول العمر، ريحتك تطول العمر، اروح فيك ريحه الجنه، اروح فيك ريحه الطيبين يا عمتي. لو تروحين راسه ريحه دويب فيه، ريحه الكت وريحه الشعاويط المطابخ، وليلها فل ويسمن وفوعه وشيده ريحه راسك. لو تشوفين القراد يلعب في راسه ما بقمل وصيبان قراد، قولي ما زينه يا عمتي. كان تبين نبغى شيء بدر شيء؟ اي نعم، هادي كثر ما ترومين، هاديها بيديك وريولك، يوم الله منعم عليك وعندك خير هاديها. تراك ما اخذ ابوي حشاشه يوفا، تراك ما اخذ حشاشه يوفا، ما بغلط، عطنك كنز هي، حطيها يا ابو شلو شيء بصير، ما بغلط. هدية ما بعند شيء يعني شيء بهانس ما يعطي معنا، ما بلازم تاخذين عقد جراف ولا تاخذين عقد كارتير، لو شيء بسيط. الرسول صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، ترى الهدية بذرة المحبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، يعني بذرة المحبة هي الهدية. بالأخص بالأخص يوم بتظهرين ويا ريلك، ترى بتردين ما تشوفين اللم أول ما تبرج في ييتكم تجايين، ما تطالع وجهك ولا وجه الولد، تطالع كان في ديكم قراطيس. لازم هذا أول ما تطالع، أول ما تطيح عينها العمة، شو شال لحرمة الولد؟ حبتلفين تحت العباة وتصيري به دار دار دار، لا نيبتي كثير ولا جليل، أول بادي بدي عمك. هاي ضروري، هب لازم انت تاخذين شيء ثمين، لو حتى كيكه، كيكه تعشيتي تويرت المطعم، طلبوا بدل ما تاخذين انت كيكه وريج كيكه، خذوا وحده تيكاوي صغيرونها كيكه تعزل ولا شياته، ولا خص عاد العمه كان فيها السكر، يلا بتتنشقها قبل ما تاكلها. اول ما بتدخلين بالخريطه هي سيد بتحط في بالها ان الخريطه اللي فيها لها هي، لك انت يا الحرمه. سيري انت سيد وحطي الخريطه هاي في ثبانها، بالاخص قلت لك كان كيكه العسل هذه، يا سلام سلم والله يا ابو تلينينونها، بالاخص قلت لك ان كان فيها سكر ودوم سكرها مرتفع ما داني الا الحلاوه. هب تبي لها شيء فيه ملح؟ لا، اي شيء فيه حلاوه يا الله تغدين انت الغالي اللي ما حد يسواك. الله يا ابوك يا غدي غلاك عندها اغلى حتى عن بناتها، ما شيء شرات العمات يحبن الهدايا. اوه اكثر عن امك واكثر عن عمك واكثر عن الريل واكثر عن خوات ريلك كلهم، اكسبي رضاها تشسي عينها بالهدايا، تشسي لها عينها بالهدايا كودي، ما بلازم شيء غالي. اليوم مضرب عطر ابو 300، مضرب فدور، مضرب سوي لها خلطي لها بنت السودان ويا فدور ويا مسج ويا والدنيا مطرجه، وطيب بيوزلها مضرب دخون ما بلازم من الغالي، اخذيها بالقويطيات اللي هالكبير اللي يغطيهم برتقاليات ورديات وهاين مال تاجرات صغيرات على 70 ربي وعلى 50 حتى على 25 شيء، خذي لك كرتون حطيه في سياره ريلك، كل ما بغيت تون يبي لها مطيرب تفرح. يالله والله يا بوت 360 درجه بيتحول كرهها الى حب. يوم شيله وسمه يا هشيل الصلاه في سوق نايف ما شيء كثرها الدرزن ب 50 ربي درزن شيل درزن، اما هات كازوا مليون نوع نوع، اخذيها اللي فيه نحاشي واللي فيه، اخذي لها مال بنات صغار، هتاخذي لها مال عيايز والله لا تكرهك، اخذي لها مال هاي اندر ايج، اخذتي لها مال عيايز بتقول انا بتحراني بسناين امها، لو هي اكبر يده السكن لا تاخذي لها شيء مال عيايس، خذي لها شيء مال صغار. وبالاخص تنقي المناسبات مثل عيد اللم، عيد النيروز، عيد ميلاد ما ادري منو ما ادري شو، يوم عيد الاضحى، عيد الفطر، مجبر رمضان، سيري خذي لها حرارات، يعني خذي حرارات مال جسام، هاي بتلقطين هناك في سوق الوعيان العشر ب 200 درهم على 20 درهم. لا تاخذي لها مزينات وايد لان اعتبان حق جسمه هي في رمضان، فاخذي لها النمو الجسام، هي الحين بنيه رمضان ينينونهن العمات يدورن الحرارات حق الجسمه وصبغيهن حطي تحت الحموره، كتبي عليها كان ولد كان ريلك اسمه حمد، ام حمد لو عندها ولد
غيره سجليها باسم أم حمد حق تعرف إن هاي من عندك أنتي لأجلها هي. لازم اللم حبتخلينها بس تحرينها بتحس إحساس، لا لازم تسمعينها سمع الاثنين، إنك تروحين لها ثيابه، تروحين لها فراشه، أبدا تحوطين الحوي، تقطفين المشموم، تشلين البشار اللي على الفراش على الدوشق وين المطرح، ترشين أبوي تحطين المشموم وترشين الفدور عليه وترشين بنت السودان وتدخنين فراشه وتدخنين حمامه وتدخنين كل مكان، هذا كله تشوفه شوف العين وسمع الاثنين. ما بتقولين هي روحها تشوفني أنا شو أسوي، هي تعرف أني أنا روح، لا من ينش ولدها الصبح ولا أنك أبوي كان ما عندك دوام ولا دوامك تصيرين عقبة، لازم أبوي مدخنك المدخن تربعين بجد الريل تربعين بلين السيارة، وقبل ما تدخنينه هو دخني أمه تلقطينها ياسة تتفنيل لو تسوي عمرها ما تطالعك ما عليك والله إن عينها عليك. خذي الرمسة، خذي الرمسة أم يبلد. من الأشياء اللي تخلي العمة تحبك دوم اشكري على حسن تربيته لريلك، أنك يا عمتي ما قصرتي، أسميك ربيتي، أسميك تعبتي، أسميك تيملتي، أسميك ذهبتي، أسميك عطيتيني ريل محد شراته، لو بنخل السماء والأرض ما حصلت ظفر من هالنمونة ريل، أسميك بياض الوي على هالتربية عمتي، صابحيها ماسيها بهالرمسة. ما بتجلسين تتشكين إلا قال لي إلا يناخر إلا يلطمني وأنا راجده إلا أبدأني مطط شعري إلا ضروسه يصرن إلا ما أدري أنا أبوه إلا ما أدري شو هو راجد، هاي طاقة إنزين ما يستوي. هاي أم شكري على ريلك شكر الدهر في لحظة، حتى لو ما في شيء تشاهد، امزري القون وغناك وصبي غرفي وشري وفردي كودي شيء بالمزماه، شيء يعرف وشيء ما يعرف، كودي من المديح اللي ما شيء كثره. كان تبين كل طالع شمس استشيريها في حياتك العمليه وفي ربع عيالك وفي طريقك معاملتك في كلك، لو انت تختنين ابليس وتداوينه، لو انت كان الناس تطير واجفه انت تطيرين مسلقايه، بعد استشيريها سوي عمرك ما تايدين من الذكاء ولا الفطنه ولا العرف ادنات الدون، خلي الشور واللمر والعلم والخبر كله من عند العمه، لازم تستشيرينها لو ما بتنفذين لي شورها لو ما بتصيرين عليه، لكن استشيريها وخذي الرمسه منها وقولي لها ان شاء الله وهذا الراي الصح، ولا تعاين وياها ابدا لا في صغيره ولا في كبيره، كله هي الصح وكله هي العدل وكله هي الزين وكله هي راعية المعرفة وراعية العلم وراعية الخبر. خلي عمرك ناقة الله وسقياها، هبتحطين عمرك في معرفة وتجلسين تصادمين وياها، هي عندها الخبرة، عمك عندها الخبرة فلازم تستشيرينها، شو اللي يسعد الريل، شو اللي ينسى، شو استوى عليك في السنين الأولية، أخذي من ماضيها شو قصته ويا ريلها أول ما تواخذها وكيف كانوا عايشين وكيف كانت حياتهم وكيف أصبحت، يعني هاي أشياء تخطف أولا الوقت وتجرب مدى يية الريل من شغلة وتودد تلين حبل الوصل، جرب المودة وتجرب الوصل بينك وبينها، وتازم الأسرة متماسكة دومك، خليها قونديليزا رايس، قونديليزا هي هاي مستشارة مال أمريكا، قونديليزا رايس خليها هي المستشارة، وانت عندك مازمة حتى مال هذا مال طالبة عبارة ستودنت ياهل توش تعلمين، لو انك تعرفين الدنيا كلها حطي عمرك كم مرة ما تعرفين حتى تدون طالبة وترتشف العلم من استاذتها، وإن كنت ساكنة في بيت روحك مستغلة الله منعم على ريش مظهر لك بيت ولا شقة ولا فلة ولا بيت شعبي اللي هو، ضروري أنك تحرصين أنك تزورينهم في الأسبوع مش أقل عن مرة، إذا ما بمرتين ثلاث لو على الأقل مرة مش أقل، يعني ما بدنا يخطفني معتين ماتينهم، لا لازم مرتين أو ثلاث، إن رمتي ثلاث زين على زين، وما رمتي أضعف اللي ما مرة، هذا على كل حال.
هبل السيرين تمزرين بطنك وتقهوين عندهم. لا ازمي عمك وعزمي بويه عمك وعزمي بناتهم وعيالهم وعيال عيالهم، على الاقل في الشهرين كل ثلاث شهور شهرين شهر ازميهم مره. شيء وايد جميل هذا انك تعزمين هالريلك وتعبلين روحك في صب القهوه والمدخن والعلم والخبر، وايد ضروري. ترى تبادل الزيارات وكثره العزايم بينك وبين اهل ريلك هاي تمتن العلاقه وتعزز العلاقه وتقويها وتنميها. هاي يسمونه الترابط الاسري. الترابط الاسري ما شيء شراته، لا تعزلين عمرك. اها ما شيء اخس عن لادمي اللي يعزل عمره. هذا يسمونه الوغد، هذا يسمونه النحيس، هذا يسمونه اللي ما يتشاهد. وحطي في بالك الخلافات الاسريه، ما شيء بيت ما في خلافات اسريه، ما في بيت. ترى البيوت ما الوعيان في البيوت تداق وهم وعيان. هذا شيء لا بد ولا عذر من الخلافات الاسريه موجوده في كل بيت، وهذا شيء طبيعي. شيء طبيعي يوجد، لكن اذا انك انت تسيطر على الوضع يتم الوضع طبيعي. لكن اذا انك انت الخلافات اللي بينك وبين اهلك يعلم بها اللي خارج البيت، اللي لب منكم ولب من دمكم ولب من لحمكم، من يطلع السر البيت خارج المنزل قول على الدنيا السلام، لان اصدقاء السوء واصدقاء الشر ما شيء كثرهم. هذه سنة الحياة، دنيا دوارة مثل ما قالوا، الدنيا دواير يوم لك ويوم عليك. مثل ما انت جيتي وخدتي ولد الحرمة هذه باكر بينك حريم وبياخذن عيالك. فالدين المعاملة، ان انت عرفتي بعمك باكر هذا كله ترى سلف ودين، باكر حريم عيالك بيروف بك، هذا كله سلف ودين، كله سلف ودين. عرفتي بعمك باكر ابوي عيال حريم عيالك بيروف بك. مثل ما انت تتمنين بكره كيف حريم عيالك يعاملنك، عاملي اليوم عمك. كانت بين باكر الله يرزقك الذريه الصالحه والله يرزقهم حريما صالحات ويروف بك، اها عاملي عمك عدل وباكر حريم عيالك ويعاملنك مثل ما انت تعاملين عمك واخير. في موضوع اهم عن كل اللي نحن قلناه، وايد موضوع ضروري، اي خلاف بينك وبين عمك او اي خلاف بينك وبين خوات ريلك، اوعي توصلين الخبر ريلك. استوى خلاف بينك وبين عمك دخلي خوات ريلك، استوى خلاف بينك وبين خوات ريلك دخلي وسيط عمك وهالمجرة. اوعي تدخلين ريلك بين علاقتك ويا عمك وعلاقتك ويا خوات ريلك. هذا بتزيدين الطين بل بتجلبين الحياة إلى جهنم. لو بتنحل الموضوع، لو ينحل الموضوع اليوم وبكرة بيحز في خاطر الريل أن أخته قالت شيء لفلاني أو أمه قالت شيء لفلاني. لا تنسين ضروري، الأخص إن كان خواته كبار في السن، وأخص بعد إن كانت أمه أكيد بتكون حرمة عودة. فلذلك لا تنسين فارق السن وطريقة التفكير بينك أنت يا العروس وبين اللم. ترى اللم عودة وطريقة تفكيرها أكبر عن طريقة تفكيرك أنت. فكثر ما ترومين خلي في مجال للتفكير وللتريث وعدم زرع الفتنة بين ريلك وبين خواته وبين ريلك وبين أمه. أي غلطة لن تغتفر، لأنها هذه تتم مثل قرحة أيوب، تتم شرات الحزازة. الله يوفق إن شاء الله بناتنا وبناتكم وبنات أمة محمد أجمعين، ويستر على بناتنا وبناتكم وبنات خلق الله كلهم، ويستر إن شاء الله على كل من بغى الستر. بسعد عليكم. شفتوا أنا أبوه من ظهرت أبو ظبي لنحين 12 في الليل. يلا تصبحون على خير.